تفضل معنا أناس، وعندنا الشيء هو الموجود. نعم. إذا صار لك سائل ما هو الشيء الموجود؟ وعندنا الشيء الموجود بثابت الخارج الموجود. موجود وثابت ومو شرط يكون له جرم. نعم. لا يشترط موجود، هذا يكون الثبات ذهني يكفي. عندنا الشيء موجود وثابت في الخارج موجود، نقطع ونتحقق أن حقيقة كل موجود ثابتة ومتحققة في الخارج، ونفس الأمر واجبة كانت أو ممكنة. من علي النظر إلى اعتبار المعتبر سواء كان يرى أو لا يرى. فما نعتقده حقيقة الأشياء ونسميه بالأسماء، بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض، أمور موجودة في نفس الأمر، وقصده الرد على فرق الصوفسطائية الثلاثة العنادية الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها أوهام وخيالات، جزموا بأنه لا موجود أصلا، والعندية الذين ينكرون ثبوت حقائق الأشياء في نفسها وتقررها على ما تشاهدوا عليه، زعموا أنها تابعة للعند والاعتقاد. يعني بس بيعتقدوا عقيدة أما ينكرون وجودها هي مصيبة أكبر. والعندية الذين ينكرون ثبوت حقائق الأشياء في نفسها وتحررها على ما نشاهد عليه، زعموا أنها تابعة للعند والاعتقاد. بس عقيدة، أما حقائق ما في. ولا أدرية الذين ينكرون العلم بثبوت الأشياء زعموا أنهم لا دراية لهم بحقيقة من حقائق، وهم قوم كفار، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وجود شيء عيني والجوهر الفرد حادث عندنا لا يمكن. ثم الذنوب عندنا خصمان، صغيرة كبيرة خصمان، منهما تاب واجب في الحال وتب علينا جميعا، والانتقال ان يعود من حاله. صلى الله عليه وسلم.